بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة البي كي بروجرامرز. تابعنا بالفيديوهات السابقة كيفية إرسال البارامترات، كنا نرسل متغيرات كبارامتر. هذا الفيديو راح نتعلم كيف نرسل الدالة، العفو، المصفوفة كبارامتر. راح أسوي فانكشن أدزلها مصفوفة ترجع لي مجموعة هذه العناصر. أوكي، أنا راح لسهولة ما راح أقرأ عناصر هذه المصفوفة، راح أقرأ مثلا انتجر اكس اوف الخمسة، اوكي، وتساوي مثلا 1 2 3 4 5. بالمناسبة انا من اريد انطي عناصرها مباشرة اقدر اعرف المصفوفة بهذا الشكل، لكن انا راح اخليها 5 لغاية عندي. اوكي، الان هذه المصفوفة عندي الاختصار ما سويت قراءة لان انا اتحدث عن الفانكشن وهي المصفوفة. اوكي، شلون اجي اتعامل هنا انا ويا المصفوفة؟ بما انه انا اسوي دالة ترجع المجموع، اذا هي انتجر اكيد مجموعها انتجر، مجموع سم لازم اختار اسم منطقي. اوكي، الان راح اجي لاهم شغلة وهو الباراميتر. شلون ادس باراميتر؟ انه اقول له هذا مصفوفة. اول شغلة راح اسويها راح اقول له انتجر اكيد، ومثلا اسميها array، واجي اخلي افتح قوس وسط قوس، ما اخلي حجم بداخلها فارزة. اذا اريد ان احدد الحجم مالتها ايش قد، لازم الحجم ادزه بباراميتر اخر مثلا سايز، باراميتر منفصل. لاحظوا وياي انتجر array، ولازم اخليه مع هذا القوسين حتى يعرف انه هذه مصفوفة، وانتجر سايز. ايش راح اسوي هنا؟ راح اسوي فور، وبهذه الفور راح اعرف عداد i يساوي 0، i اصغر من سايز اللي استقبلته، لان يعني انا ما راح اعرف وين اتوقف لو ما داز السايز الحجم، لذلك الحجم لازم ادز بارامتر i بلس بلس، ما نحتاج اقواس. بما انه عندي مجموع لازم عندي متغير اخلي بهذا المجموع، مثلا انتجر s يساوي 0. اوكي، راح نجي لملاحظة مهمة. انا دا اشتغل بالدالة، ممكن انت اول ما يخطر قلت لك انا متغير مجموع ممكن راح تسميه سم، صحيح؟ هذه العملية مو صحيحة، لا تخلي اسم المتغير بداخل الدالة نفس اسم الدالة نفسها، سميه اس. اوكي، الان راح نجي نقول له اس زائد يساوي، يعني كأنه اس تساوي اس زائد المصفوفة هنا أنا اسمها array. اوكي، array of ال i، بعد ما تكمل return s، مجموعتهم خليتهم ب s، رجع لي ال s. اوكي، هسه بكل بساطة راح اقول له سي اوت طلع لي سم مجموع يا مصفوفة. شلون اسوي ارسال؟ نسوي ارسال بكل بساطة، اكتب فقط اسم هذه المصفوفة x، وراها ادز للحجم 5 اللي هو نفسه هنا. وممكن اني يعني اثبت هذا الحجم، اقول لك كونست انت ان تساوي 5، بحيث هنا يكون العمل اسهل علي، حتى فقط اي وقت اذا غير حجمها حتى باستعمال فانكشن راح تتغير. اوكي، الان ننفذ. طلع لي الناتج الآن أمامي 15. لاحظ لو نجمع هذه الأرقام بالفعل راح يكون الناتج 15. شوف هنا راح تشوف مدى قوة الفانكشن بهذه الحركة اللي راح أسويها. تخيل أنا هسه لو أطلع مجموع مصفوفة واحدة، أكيد أنا راح أكتب هذا الكود وأقول له سي أوت مثلا الـ S، لكن أوكي هسه عندي مصفوفة أخرى مثلا انتجر AR2 حجمها نقول 10، ونعطيها هذه العناصر مثلا 2 3. اوكي، بهذا الشكل. الان لو عدد مجموع المصفوفة الثانية، كل اللي راح اسويه راح اجي اقول سي اوت خلي لي السم مجموع وادز له الاي ار 2 فارزة 10، وممكن 10 ايضا اخليها بباراميتر.
اوكي خلي هنا انا اند لاين حتى لا يلتصق الناتج بالاخر. انفذ تك وطلع لي المجموع المصفوفة الثانية. هنا انا تبين شوي شوي بس تبين قوة الفانكشن. انتهى هذا الفيديو، تابعونا بالفيديو القادم ان شاء الله.